مع استمرار حالة الاستقطاب السياسي وتفاعل الانقسام المجتمعي، يظل الشارع بالنسبة للمواطن المصري مسرحا للتعبير عن آرائه وأفكاره، على الرغم من تراجع منسوب الحريات وانتهاك حقوق التعبير بحسب هيئات دولية وأممية. التحالف الوطني لدعم الشرعية دعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع في جولة جديدة من التظاهرات نصرة لحرائر النساء المصريات ممن تم اعتقالهن خلال الفترة السابقة. انخفاض منسوب الحريات الشخصية والسياسية في مصر كان محور تقرير لمنظمة العفو الدولية، إذ دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل ارتكبتها قوات الأمن ووقائع تعذيب وانتهاك لحقوق التعبير والتظاهر. تقول المنظمة إنها تراجعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. لم يقف لوم المنظمة الدولية للحكومة المصرية بسبب ما سمته الاستخدام المفرط وغير المتناسب أو المبرر للقوة الفتاكة بحسب بيانها، بل نحت باللائمة عليها إزاء أعمال عنف تستهدف المسيحيين والأقليات. الحكومة المصرية التي ترى في الدول الغربية والمنظمات غير المصرية طرفا منحازا، قابلت التقارير الواردة عن تراجع منسوب الحريات واستعمال العنف إزاء المتظاهرين بتقارير أخرى تتشاطر فيها المسؤولية عما جرى ويجري بشكل متساو. وبحسب تقرير المركز التنموي الدولي ومقره القاهرة، فإن شهر آب أغسطس الفائت كان الأعنف في تاريخ مصر من خلال تسجيل 557 حالة عنف بمتوسط حسابي يبلغ 20 حالة يوميا. التقرير ورغم توزيعه للمسؤولية على جميع الأطراف والجهات السياسية في البلاد، إلا أنه انتقد غياب الشفافية في التعامل مع الاعتقالات الجارية وتضارب الإعلام المصري في نقل صورة الحقائق، حقائق بات الانقسام المجتمعي والسياسي في مصر حولها مثار قلق وتهديد لمستقبل أكبر دولة عربية من حيث السكان، إذ لا تكاد حركة الشارع المصري المعروف بحيويته تهدأ حتى يثور أو يمور مجدداً.